راسيين ليش واقد يا راسيين احنا الكل شاف شو صار مناطقنا من المسيحيين والاضطهاد اللي صار عندنا من وراء داعش وبيوتنا تهدمت وبيوتنا كلها احترقت وفينا صور فينا نفرجوه للعالم كله والعالم كله شاف شو صار بالمسيحيين احنا مطلبنا الوحيد وضحوا لنا شو سبب الرفض يعني في ناس يعني ظروفها كثير صعبه صارت هون اجارات اقل بيت هو 600 700 دولار يعني انا عم بشتغل يعني عم ما بعرف كيف عم بتدبر يعني الاجار 700 دولار المعاش تبعي 450 دولار المعاشات الاوضاع الامنيه كل شيء كل شيء هون تعبنا يعني تعبنا المسيحي بلبنان تعب عراقيين منسيين منسيين ليش وقت يا عراقيين منسيين منسيين ليش وقت يا عراقيين منسيين منسيين ليش وقت يا عراقيين احنا من اليو ان يعني احنا تحت حمايه الامم المتحده فلهذا احنا جينا على هذا المكان الامن بصراحه بقول لك لان الامم المتحده عم توقف ملفات العراقيه ما بنعرف ليش كل ما بروح نسال على ملفاتنا شو صار بيها عم بيقولوا لنا انه ما في دول بتطلب العراقيه ليش شو مسوين العراقيين على مود ما يطلعون هل قد احنا مرتاحين ببيوتنا وجينا هنا اولادنا دا يشتغلوا ليل نهار وما نكفي حق الايجار والاكل والمصرف لا 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 نعم للهجرة نعم نعم للهجرة لا لا للعودة ترجمة